خلونا بقى نروح لخمسة فوق وخمسة تحت. أول واحد فوق هو الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما. هذا الرجل يستاهل الحقيقة يبقى فوق بسبب دوره طول الوقت في إثبات روح التسامح والإخاء المصرية ما بين المصريين. الراجل ده بيعمل حاجات كتير جدا ما بيتكلمش فيها على مسلمين ومسيحيين ولا شاغل باله بالكلام ومين بيقول إيه، ما بيفوتش فرصة علشان يؤكد هذه الروح. النهاردة الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي راح النهاردة يزور الفنان يوسف فوزي، كان يمر بوعكة صحية وراح له يزوره البيت، وبعد الأزمة اللي تعرض لها راح وخد له معاه برواز كده على شكل صورة قرآنية أو آية قرآنية، وما قالش زي ما الإخوة بتوع الدعوة السلفية بيقولوا إنه حرام واحد مسيحي يروح يهادي حد بجزء أو بآية قرآنية منقوشة على برواز. علشان كده الأب بطرس فوق. تحت على طول وأظن طول الوقت تحت هذا الرجل هو عمر عفيفي. اللي ما عرفش عمر عفيفي، وأنا بقى أعرفه بشكل شخصي وقت ما كنا شغالين في الدستور وكنا بنشوف إزاي الرجل ده يعني متهرب ويعني ومراوغ لأقصى درجة. ده ضابط خرج من الخدمة، حاول يعمل فيها مناضل وبطل، اخترع قصة الداخلية بتطرده فسافر لأمريكا. المهم عمر عفيفي ده يا جماعة لا بطل ولا أي حاجة في الدنيا، ده واحد طول الوقت عامل شبه كده سامح أبو عرايس، يعني برضه بتاع الغاز وحاجات حلوة قوي. آخر حاجة عملها إنه عمل نفسه ضابط وبعت لصحف إيطالية تفاصيل مضللة عن حادثة جوليو روجيني تضرني كمان التحقيقات. فكرة إنك أصله مش حد من الأمن، ده حد من فوق، ده حد تحت، وعمل رقة جدا في التحقيقات. الاصطياد في المية العكرة يخلي صاحبه دايما تحت. نمرة اتنين فوق هو اللواء كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. ليه اللواء كامل فوق؟ لأنه هو معاه آلاف العمال وآلاف الشركات المدنية قدروا ينجزوا مشروع مهم جدا هو صحارة سرابيوم. التشغيل التجريبي لصحارة سرابيوم علشان تنقل 1.2 مليون متر مكعب مية تم. وزير الري محمد عبد العاطي قال ان الهيئه الهندسيه هي اللي اشرفت على هذا المشروع وانجازه. المشروع ده حصل في وقت قياسي ما خدش حقه الكافي في الاعلام. المشروع ده عشان كل المتشككين والمتشائمين، واحده من الاحلام القديمه للدوله المصريه انه مياه النيل او المياه العذبه تصل الى المناطق الشرقيه في سيناء علشان تبدا عمليه التنميه. تفاصيل بقى بتاعت اصل نهر النيل هيحصل له ايه ما يحصلوش ايه دي نعالجها بعدين او نتكلم فيها بعدين، لكن جاء هذا المشروع في وقت مهم او وقت قياسي جدا يستحق كل التحيه. الى تحت مره تانية معانا في قائمه خمسه فوق وخمسه تحت وزير التربيه والتعليم الهلالي الشربيني. ليه؟ الوزير عمل حاجه حلوه جدا، استجاب للامهات بدعوات تخفيف المناهج. هو استجاب بس للكم مش للكيف، للتطوير. يا ريته ما استجاب. ليه؟ لان الامهات قال لك احنا اتخدعنا، احنا رحنا قلنا لهم عاوزين نخفف المناهج علشان يعني مرحلة اولى تخفيف مناهج الدراسيه. فالامهات اكتشفوا ان هم اتعرجوا للخدعه انه تم الغاء جزء من المناهج فعلا، بس لغوا الجزء اللي اتشرح ولغوا الجزء اللي الطلبه ذاكروه وسابوا الاجزاء اللي لسه ما اتشرحتش. يعني كده كده الولاد مكملين بالمناهج زي ما هي في الدراسه على الاقل. الحقيقه أنا مش عارف طول الوقت الإبداعات بتاع الدكتور هلالي بيجيبها منين، لكن في إبداع مهم جدا حصل في صورة، معلش يا جماعة طول صورة مفاجأة بالنسبة لكم، هتشوفوها دلوقتي احنا بنفكر ازاي. ده الصف الثاني الابتدائي، في قصيدة كده مكتوبة بغض النظر عن ركاكة القصيدة اللي موجودة، القصيدة دي كان موجود فيها إيه؟ أنت عارف احنا بنحارب بقى الإخوان. يا ركز معايا احنا بنحارب الإخوان. القصيدة كان مكتوب فيها مش عارف إيه؟ هيا هيا يا إخواني نبني وطنا للإنساني. حلوة جدا صح؟ سيبك من ركاكة اهو، هيا هيا يا إخواني عادي. فهم حسوا ان هو بيكافحوا الإخوان، فقال لك احنا لازم نشيل كلمة يا إخواني وخلوها هيا هيا يا خلاني. فإذا كان ده المنطق في محاربة الإخوان وأفكار الإخوان يبقى يعني عليه العوض ومنه العوض والله العظيم، إذا كان ده المنطق انك متخيل كده. يعني بكره ممكن يطلع تنظيم بقى الخلان المسلمين في مصر وساعتها برضه هنغير بتاع نرجعها يا اخواني تاني. حاجه تبكي. تعالى بقى نروح للواء سيد الحبال مدير امن شمال سينا، وهو بالتاكيد فوق. ليه فوق؟ سياده اللواء سيد الحبال الفتره الاخيره هو مدير امن شمال سينا، الفتره الاخيره مع تردد انباء عن العمليات والعبوات الناسفه والكلام ده نزل
ولبس الافرول ماوة والبيادة وبدأ ينزل في الكمائن وينزل من مكتبه ويمشي في الشوارع جنب حراسه وجنب أفراد الشرطة وجنب الأفراد بتوع الكمائن. اللواء سيد الحبال موجود في هذا المنصب من 23 يناير اللي فات، وهو بيحظى الحقيقة بحب واحترام عدد كبير جدا من الضباط اللي موجودين هناك، وهذا التصرف الأخير تصرف مهم جدا معنويا على الأقل بالنسبة للضباط الموجودين هناك. تحت ضابط شرطة برضه بس من نوع تاني، ضابط شرطة في مركز شبين الكوم عمل حاجة حلوة قوي. الراجل ده مش هقول اسمه عشان لسه القضية تحت ناية، هو مركز شبين الكوم في المنوفية. رئيس نيابة دار السلام حبسه هو وثلاثة أصحابه 4 أيام على ذمة التحقيق. ليه؟ البيت ضابط كان في الراحة بتاعته، وبعدين هو تم الاعتداء يعني خد أجازة، تاني يوم راح يسرق شقة في منطقة دار السلام، واتمسكوا من البوابين والناس ضربوه ومش عارف ايه، فهو بيحاول يدافع عن نفسه، قال لك لا والله انا ما كنتش بسرق، ده انا كان في بنات في الشقه ورايح. عموما القضيه لسه قدام التحقيق، لكن هذا الضابط بتصرفه لابد ان يكون اسفل مش ابدا فوق. تعالوا نروح، لانه النوع ده بيضيع بقى مجهود الراجل بيموت وبيضحي بنفسه. تعالوا بقى نروح لمحمد طارق. محمد طارق اللي انتم شايفينه فوق ده، المدرس ده هو النموذج للمدرس اللي انا احبه. ومحمد احنا خدناه فوق علشان بيعمل حاجه حلوه جدا مع الطلبه والطالبات بتاعته في المدرسه. محمد طارق فوق بسبب الفيديو ده، الفيديو اللي ممكن يغير شكل العلاقه ما بين المدرس والطلبه. تعالوا نشوفه. التعليم مش بس ضرب وشتيمه وخناق، التعليم لازم يبقى فيه علاقه ما بين الطلبه والاطفال الصغيرين دول والمدرس ده. زي ما انتم شايفين شكل الفصل عامل ازاي، انا لما دخلت كمان على صفحه محمد النهارده وشفت الفيديو ده شفت الاهالي واولياء الامور كاتبين له كلام حلو جدا، فربنا يبارك له ويبارك في كل المدرسين اللي بهذا الشكل. اللي تحت بقى ده شخص مجهول ما نعرفش هو مين، شخص خد قرار هدم سينما رينيسانس اسيوط. اللي خد القرار بهدم هذه السينما لابد ان يكون في اسفل السافلين يعني. ليه؟ أنت بتتكلم عن أقدم دار عرض موجودة في هذه المحافظة اللي موجودة في صعيد مصر، بتهدها وهي كالأثر أو كما الأثر علشان عاوز تبني برج سكني. طبعا هذا الموضوع أغضب عدد كبير جدا من السينمائيين وعدد كبير جدا من أهالي المحافظة اللي بادئين بيحتجوا. إلى فوق بيطلع السيد حمدين صباحي. الأسبوع اللي فات أو يوم السبت اللي فات إحنا أهدينا أوسكار أسر الكلام للسيد حمدين صباحي علشان هو كان بطيء في التحرك فيما يخص خلق التيار البديل اللي قال عليه، لكن النهارده احنا بنطلع معاه لفوق لانه تم الاعلان على انه اللجنه التحضيريه لمبادره لنصنع البديل هتسافر الصعيد بكره ان شاء الله بحضور حمدين صباحي علشان تلتقي اعضاء من 5 محافظات ويبداوا شغلهم من الصعيد، فاذا كان تحرك فلابد ان هو يطلع فوق تاني. الى تحت بقى بيجي الناس دول. ليه الناس دول؟ مبادره تمنع النقاب، مجموعة عملوا ندوة كبيرة جدا، الصور اللي شفناها كان فيها 3-4 حاضرين وماسكين اليوفب بتاعت امنع النقاب، وبدأوا حالة كده يعني تحول الموضوع مش من فكرة ان هو عاوز يمنع النقاب في المدارس او الجامعات الى عنصرية ضد المنتقبات، ويعني حملة بقت للأحزاب الدينية وحظر ارتداء النقاب في كل حتة، تعدت فكرة النقاب الى الطعن في المنتقبات نفسهم. الغريب ان الناس دول هم اللي كانوا اكثرهم او كلهم هم اللي كانوا بيقولوا ان حازم صلاح ابو اسماعيل متطرف لانه عاوز يلبس الستات النقاب بالعافيه. فانتوا زي متطرفين انكم عاوزين تقلعوا برضه في الستات المنتقبات بعافيه. على فكره في طريقه تانية، اعمل قوانين تنظيميه لكن ما تطعنش في حد لمجرد ان دي حريته. دول حازمون بس على الناحيه التانية. دي كانت 5 فوق و5 تحت.